السلام عليكم. اليوم رانا في المارينا تاع الجزائر العاصمه او مارينا الجزائر اللي يعني الاشغال تقرب من النهايه نتاعها. المارينا هذه باش تكون صيانه دائمه جيدة، يعني صيانة ما كنا واحد تغيير البافي إذا كانت تكسر، تغيير بعض الأماكن اللي تكسرت، يعني من تغيير يعني مراعاة القص نتاع العشب الطبيعي، الأشجار، يعني الصيانة بصفة عامة تاع المارينا هذه لابد على الأقل 60 شخص يعملوا فيها بصفة دائمة. 60 شخص، فريق تاع 60 شخص باش تكون الأشغال يعني المارينا تبقى في شكل جيد. هاد لا جوتي هنا اللي جايه في الوسط هذه كانت عندما جيت المره الاخيره كانت قيد الاشغال، والان انتهت الاشغال فيها. نروح نشوفوها عن قرب. والله فيه عمل كبير يعني تم القيام به في هذه المارينا، خاصة من ناحية التصميم وكذلك من ناحية اشغال تاع الهندسة المدنية. فيه عمل كبير تم القيام به. لاحظ انه هنا فيه مساحة كبيرة تم الانتهاء منها هذه الاشهر. هذا ما صورتهاش، هذا المرفع هنا ما صورتوش مكان كان قيد الاشغال في المره يعني هذه مده عام، هذا تم الانتهاء منه في شهر او شهرين هادو الاشغال نتاعو. ونلاحظ انه فيه يعني حتى الحديد هذا اللي يستعمل هنا في لي بوردير، هذا النوع تاع الحديد هذايا هو من الزنك، ماده الزنك، واللي حديد يقاوم الرطوبة تاع البحر، الرطوبة المالحة أفضل من الحديد، وعنده صلابة. إذا المواد المستعملة وحتى الإضاءة تم يعني وضعها هنا، الأعمدة تاع الإضاءة، وهذا يعتبر على حسب ما أظن أن المنطقة هذه تعتبر شغل
مركن للسيارات إضافي. وهنا نلاحظ أنه هذا المرفأ تم إضافته في الآونة الأخيرة، وممكن يعني ندير توضيحات باستعمال خرائط جوجل العودة إلى التاريخ القديم، يعني نعاود ندير يعني رحلة في الزمن ونشوف التطور نتاع الإنشاء نتاع هذه المرافق يعني في العامين أو 3 سنين هذه الماضية، ونشوف كيفاش العملية تاع الإنشاء كانت تتم، لأن فيه الآن فيه 3 مرافق. إذن وحنا رانا في المرفأ تاع الوسط، تاع الوسط. إذن لاحظ انه يعني المرفأ هذا هو في الخريطة كي تشوفوا يبان صغير، لازم يعني لكن عندما تكون في المكان تلاحظ انه راه كبير. وهنا نشوف الصيادين يستغلوا المنطقة هذه، سخنة سخونة لأنها جاية في منطقة داخلي باش يصيدوا. وهنا ملاحظ أنه المرفأ هذا راه كبير، وهنا نشوف ممكن يكونوا فيه بواخر يجوا للرسو، ما يعني فيه أمكانية لرسو بواخر كثيرة في المنطقة هذه. وهذا هو اللي يعني لو أخذنا باعتبار ساحل تاع الخليج الجزائر من يعني ميناء الجزائر إلى حدود تامن فوست هو في حوالي 25 أو 30 كيلومتر. كل الخليج هذا لا يليق للسباحة لأنه ملوث، حتى ولو تكون فيه المياه المستعملة لترمى في البحر، يعني المدينة تكون مصفات قبل رميها في البحر، فالتلوث يأتي ممكن يجي من البواخر، لأن الميناء ما زالوا البواخر الكبيرة ترصف الميناء هذا. وبما أن الخليج هذا مغلق شوية فالمياه تعتبر ملوثة وغير لا تليق بالسباحة. فإذن لا ديستيناسيون يعني الأفضل لهذا الخليج نتاع الجزائر أن تكون فيه دي كورنيش بروميناد على طول الشاطئ حتى تامن فوست، تكون فيه بروميناد عريضة الناس تجي تجري دير فوتينغ، نديرو فيها عمارات، لما لا نديرو عمارات، نديرو يعني بروموناد ولا كورنيش فيها محلات تجارية، تكون فيها محلات مطاعم. يعني هذا هو أفضل حاجة نقدر نستعمل فيها هذا المارينا أو هذا الخليج يليق لهذه الأمور. وهذا ممكن أما أن يكون فيه دي بلاج والناس تجي تعوم فأنا لا أنصح ذلك، لأن المياه تعتبر ملوثة. وهنا نشوف هذا الجوتي أو المرفأ الجديد هذا في الوسط كبير طويل وكبير ويسمح لدخول بواخر بحجم متوسط. المهم لازم ما يكونش فيه لونسابلومون يعني تراكم الرمال داخل الحوض تاع الميناء هذا باش يحافظ على العمق ديالو.
وهذه أماكن هي أفضل يعني جيدة تليق كثير بالصيد، مليحة للصيد أماكن هذه، مليحة للصيد. رجعها وما تعيش، علاش رميتها لهنا؟ وهذه هنا نقطة تاع الخروج تاع المياه المستعملة إذن باتجاه البحر، هذه النقطة على مستوى لافارج، هو منطقة لافارج أو منطقة بلكور وحسين داي. هادي اللي نروح من الباب زوان، بس لا فولي هبال، نروح ليها ندور ندخل الدار ديريكت. نورمالمون هكذا بيتون، نحل فوق يديرو ماشي بيتون.
وي مليح الشريب هذا. شكرا صح. إذن الآن رانا بعد ساعتين، ساعة ونص ساعتين، يبدو أن في أكثر سيارات في الباركينج. نروح نأخذ سيارات تاعي باش نروح ندير لكم هذا الفيديو، ندير لكم مونتاج. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
Thank you.